انشأت تجارة الجمال في مصر سنة 1920، ونشأت على التجارة ديت في عهد عم أبو القاسم وأبويا مختار محمد عبد القادر وبيت البطلان. التجارة دي بدأت من سنة 20 ولغاية النهاردة، بيتوارثها الأبناء والأحفاد، وما زال لغاية النهاردة كل اللي موجودين في سوق الجمال هم أبناء تجار الجمال اللي بدأوا من سنة 20. رحلة الجمل طبعا كان زمان كانت بتبدأ على 40 صباح، بيمشوا من المغرب للفجر. النهاردة الجمال بتيجي في 4 أيام عن طريق طبعا الطرق اللي اتنشأت اللي هي طرق الكوستول، وعن طريق أرجين، وعن طريق الشلاتين. فطبعا ضغطت من 40 يوم ل4 أيام. عمر الجمل يتراوح لغاية 25 سنة، تبارك ازاي؟ ده الجمل الكبير. لحم الجمل كوليسترول ما فيش خالص، نسبة الدهون قليلة، نسبة الدهون بتتركز في منطقة السنام. الجمل طبعا ربنا حماه بخاصية جميلة جدا، ان هو يقول لك الجمل بيخزن. الجمل ما عندوش خزنة، الجمل خزنته في السنام بتاعته، عشان كده كمية الدهن اللي بتبقى في ظهر الجمل هو الجلوكوز اللي بيعيش على الجمل. يعني النهاردة الإنسان لما بيخش عمليات ولا حاجة ممكن يعيش في العناية شهر بدون تغذية، بس بيقوم على تغذية الجلوكوز، فالجلوكوز هو اللي بيعيش المريض في العناية لمدة شهر. الجمل ده بياكل وبيحول الكربوهيدرات لدهون، يعني سواء ذرة سواء أي شيء فيه نسبة كربوهيدرات بتحول لسكريات، السكريات دي بتحول لدهون، الدهون ده بيطلع فوق الظهر. الظهر ده يعني ربنا سبحانه وتعالى ادهوله في الظهر بالذات عشان في وقت الجوع ينزل الدهن ده على جميع الجسم، يديله الطاقة اللي بيمشي بها، لأن الدهن ده هو الطاقة بتاعت الجمل اللي بيتعايش عليها. بالنسبة لأنواع الجمال، عندنا الجمل السوداني اللي هو بيجي من السودان، والجمل السوداني في جمال بتيجي من الغرب، وجمال بتيجي من الشرق، وفي جمال بتيجي من الشمال، وفي جمال بتيجي من وسط السودان وجنوب السودان عشان المساحة عندهم كتيرة. وطبعا كل منطقة هناك بسم الله ما شاء الله، زي ما تقول نوعية المناخ هناك بيتأدي الشمال غير الغرب غير الشرق. يعني مثلا الشرق بيمتاز ان هم عندهم الانثى بتاعت الجمل الناقه وكده، فعندهم تقاصر النياء هناك في الشرق اكتر من اي منطقه. الخرطوم او الشمال بيمتاز بالجمال اللي هي الخصيان العاليه، بنسميها الخصيان العاليه الكبيره، وزن الجمل بيبقى بيتراوح من 8 اناطير ل 9 اناطير. بيبان يعني المتوسط بتاعه مثلا بيبان من بنفتح السن بتاعه، بيبدا لما بيكون جعوط صغير مثلا من سنه وانت طالع لحد سنتين ثلاثه، بيبقى كسر جوز وكسر اربعه وكسر سته، دي شغلانتنا احنا بنعرف الجمل. اما لو عدى بعد ذلك بيبقى مثلا ليه مثلا 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين كده، يعني بيبقى جمل مطلع ناب، بيبان عليه يعني احنا بنعرفه من بق الجمل نفسه. متوسط الأوزان المتوسط 5 أناطير، والإنطار عندنا 45 كيلو، يعني 45 ب 225 كيلو، بيطلع منه 60 عظم مثلا، يصف على 175 لحم صفر. والله في ناس بتبيع ب 90، وفي ناس بتبيع ب 100، وفي ناس بتبيع ب 80، وفي ناس بتبيع ب 120 وب 110، لأن ده سوق عالمي. الجمل السوداني اللي سعر، والجمل البلدي اللي سعر، والجمل الصومالي اللي سعر. لو دورنا على أفضلهم هندور على المرعى نفسه. المرعى اللي هنقول الجمل الجعود المغربي أو الجمل المغربي ده بياكل طبعا في العشب وبياكل غلة، ونوعيته نوعية جيدة جدا، بيعديها الجمل البلدي. بعد كده بيكون الجمل السوداني، لكن ما فيش حاجة اسمها جمل بلدي وجمل سوداني، لأن مصر مش منتجة للجمال، فما نقدرش نقول جمل بلدي. يعني جمل بلدي يعني مصر تنتج جمال، جمال مصر ما بتنتجش جمال، مصر مستوردة بس تستقبل جمل. فالجمال اللي بتيجي من السودان بيقعد شهر أو 2 أو 3 فيقال عليه بلدي. إنما مصر مش بلد مراعي ولا بلد مفتوحة عشان تجيب جمال نقول جمل بلدي. فأي جمل موجود في مصر هو جمل سوداني. يليه جمل الصومالي،
يمتاز الجمل السوداني لان مستوى السطح يعني مستوى الارض في السودان يوازي مستوى الارض في مصر. انما لما نقول الصومال او نقول اثيوبيا او نقول الكلام ده، النهارده احنا بنرتفع عن سطح البحر 2800 متر عن مستوى سطح البحر. نسبه الاكسجين قليله، فبالتالي الاكسجين اللي في جسم الحيوان اللي هو في السودان في الصومال او في اثيوبيا او في الاماكن ديت بيكون نسبه الاكسجين قليله، فبالتالي اللحم مجرد ما بيتعرض للهواء لونه بيغمق. لما بيجيبوا الصومال ينقعدوا 3-4 شهور بيبدا لحمه يتغير معانا، بيبدا ياخد خاصيه تانية خالص غير الخاصيه الاولانيه. ثقافه الجمل النهارده الشعب المصري شعب واعي وعرف يعني ايه لحم جمل. زمان ما كانش حد، كان في ناس ما كان، انا كنت مره استضفت مع راجل مستورد اقول متخيل ان الجمل ده بيجي هنا للاهرامات بس، كانش يعرف ان الجمل ده بيتاكل. لما اكل لحم الجمل لا الموضوع مختلف تماما. يعني الجمل بالنسبه للنسبه اللي ما فيهوش كوليسترول ما فيهوش دهون كتيره، اللحم صحي، بيتعمل منه حاجات كتيره جدا، مصنعاته كتيره، كفتة الرز وكفتة السيخ والهمبرجر والسوسيس، حاجات كتير قوي بتخش في صناعة الجمل. يعني علاوة على ذلك الكبدة بتاعته طبعا رهيبة جدا، ما فيهاش المرارة مش موجودة فيها، طعم الكبدة نفسه مختلف تماما عن أي كبدة.